100 سنة وأنا القرش الأبيض العملاق. يس يس، لكن إن القرش الأبيض يتحول لسبايدر قرش مان، أو ماي جاد. وكمان صديقة حركات البنت الأجنبية هتيجي بروك هيفن، وطبعا انتوا عارفين حركات جامد في الإنجليزي. Oh my goodness guys, what are you doing? أوه شفت الحركات؟ ماشي بتقول بودنس ولا بعدونس ثانية يا ناتاليا. زي ما انتوا شايفين كده هيكسبنا قدام الأجانب كلهم. وإيه سر فريق القوات الخاصة مع القرش الأبيض؟ كل ده هنشوف الفيديو الجامد ده. انزلوا اعملوا لايك للفيديو وكمان اشتركوا في القناة عشان تفرحوا علي، ويلا بينا ليتس جو. الظابط مصطفى، انت اكتر ظابط مخضرم هنا في المدينة، وعشان كده انا العمدة طلبتك عشان تعمل المهمة دي. المهمة دي صعبة جدا، كل الظباط اللي راحت قبلك بتموت للأسف، واحنا خلاص لازم نقضي على القرش العملاق ده. حضرة العمدة، انا جاهز للمهمة دي، وانا الفترة اللي فاتت دي كلها كنت بتدرب تدريبات خاصة عشان اقضي على القرش العملاق، وانا جاهز ان انا اخدم مدينتي. ظابط مصطفى، القرش ده بيهدد حياتي وحياتك وحياة كل الناس في المدينة، عشان كده لازم يموت، وانا اتمنى فعلا ان انت تقضي عليه، وافضل وقت ان انت تقضي عليه هو الساعة 3 الفجر، عشان كده انا طلبتك دلوقتي. طيب بحيث كده حضرة العمدة، انا لازم اروح دلوقتي عشان اموته. اتمنى ان انت تقضي عليه فعلا. ما تقلقش يا حضرة العمدة، هموته. للأسف كل الضباط اللي راحت قبل كده كلهم ماتوا، اتمنى ان الضابط مصطفى يموت القرش. انا لازم اعمل المهمة دي، لان لو عملتها العمدة هيكافئني اكيد، وهكون انا اشهر ضابط في المدينة اللي قضى على القرش العملاق. خلينا راقب كويس واشوف القرش فين. خلينا بص كويس عشان القرش ده خطر وممكن يطلع في اي وقت. مش موجود. ايه ده؟ اهو القرش العملاق الازرق. انا لازم اجهز نفسي دلوقتي. ايه ده؟ هو راح فين؟ ده اختفى. انا لازم ابص كويس، انا مش لاقيه. معقوله نزل تحت الميه وانا ما شفتوش؟ ايه ده القرش؟ ارجوك ارجوك. يا صباح الخير، لسه صاحي من النوم دلوقتي. وي حركات صحي من النوم كمان. يس يس، انا لازم اعدي عليه دلوقتي بسرعه بسرعه بسرعه. وي بابا، ماما، صباح الخير. ماما ابو علي، صباح الخير. ماما انا هعدي على حركات ابن خالتي اشوفه ماشي. لا يا ابو علي. ليه بس كده يا ماما؟ ابو علي انت عارف ان حركات ده لسه راجع من السفر وتصرفاته غريبه جدا. يا ماما هو حركات اصلا من زمان وتصرفاته غريبه من قبل ما يسافر اساسا. طيب اسال باباك. اوكي يا ماما. بابا حبيبي، بابا صباح الخير يا بابا. ابو علي امشي، مش هدي لك حته من الطبق بتاعي. يا بابا مش عاوز حته يا بابا، بعد اذنك يا بابا. حركات بص هناك في البيت، انا ممكن اروح اعدي عليه بس هشوفه. ايه ده؟ حركات مين يا بابا؟ حركات ابن خالتي يا بابا. حركات الاهبل ده. ايوه هو ده يا بابا. طيب ما تتاخرش ماشي. حاضر يا بابا. يا سلام عليك يا بابا، بس انا بص يا بابا الطبق ده بصراحه انا نفسي فيه. باي. يس يس، خدت الطبق من بابا. خلينا ناكل بسرعه. ايه ده يا حبيبتي؟ يا حبيبتي شفت ابنك خطف مني الطبق وهياكل حركات الاهبل ده؟ عادي بقى يا حبيبي، ما هو حركات ابن خالته برضو. يا حبيبتي بس ده هياكل في الطبق بتاعنا، وحركات ده غبي هيعدينا كده غباء. الله، تيجي فين يا حاجه؟ ما عنديش مكان في البيت، انا عايزه تيجي عندي زياره. ابسولوتلي. وي خلينا نروح نشوف حركات بسرعه. ياس اطلع فوق. ياس ياس ياس، وبعد كده ننط كده. اوكي حركات. في حرامي دخل على البيت. هو فين؟ حرامي مين يا ابني؟ انا ابو علي ابن خالتك. الله، ابن خالتي؟ خالتي مين؟ يو بقى يا ابني انت لحقت تنسى، انا ابو علي ابن خالتك اللي كنت بكلمك امبارح لما رجعت من السفر وعرفتك كل حاجه، انت نسيتني. ابو علي ابن خالتي، معلش اصل انا مش مراكز، كنت كلم ناتاليا بقى ببعت لها رسايل. ناتاليا؟ ناتاليا مين؟ ناتاليا دي ايه؟ كانت معايا في المدرسة في أمريكا، فهي بتكلمني بتقولي إن عايزة تيجي هنا زيارة، أنا قلت لها لا طبعًا، أنا ما حدش يجي لي هنا زيارة في البيت، تيجي تاكل الأكل بتاعها في التلاجة كله؟ أبعت لها نو، ما تجيش هنا البيت.
يلا ابعت لي البنت ناتاليا دي. نو انا عاوزها تيجي عندي زياره قال تخلص الاكل كله. نو ما تجيش البيت عندي. يا ابني اللي انت بتقوله ده يا ابني فضحتنا قدام الاجانب، يخرب بيتك هيقولوا عليك معفن يا حركات. اه لا يقولوا عليا معفن كده اول. ايوه يقولوا عليك معفن وهيعلقوا صورتك في المطار في امريكا وهيمنعوك كمان ان انت تدخل امريكا تاني. وما ينفعش كده اسافر امريكا خالص. ايوه ولا حتى هتروحها بعد كده تاني ابدا. يلا بقى مش مشكله، اهم حاجه الاكل اللي في الثلاجه عندي ما يخلصش برضه. مش مشكله، مش عاوز اروح امريكا، انا اروح ابعت لها نو. ايه الواد النوب ده؟ يا ابني يا ابني ابعت لها خليها تيجي هنا المدينه وانا بص هدي لك فلوس تشتري الاكل وتاكلها. ماشي. ايه ده هتشتري لي فلوس؟ وانا بص هشتري لك يا عم ايه اكل وتاكلها. ماشي. انت نو كسفتنا قدام البنت الامريكيه يا معفن. ابو علي بقول لك عاوزه تيجي، هتقعد هنا 3 ايام، هجيب لها اكل منين ال3 ايام دول كلهم؟ انا بص هشتري لك اكل بفلوسي. ماشي. طيب ماشي، يعني انت هتاكلها على حسابك؟ ايوه انا هاكل على حسابي. ده انت واد ايه ده؟ يلا ابعت لها. طيب ماشي. ناتاليا يا حبيبتي يس يس تعالي اقعدي هنا معانا. يلا خلينا ابعت لي ناتاليا، انا كنت بهزر معاكي. طلب ابو علي ابن خالتي اللي هيدفع. ايه ده؟ يا نهار احوش الحق يا ابو علي، ده ناتاليا في المطار اساسا وجاي علينا دلوقتي. اوه يعني هي جايه علينا دلوقتي؟ ايوه احنا المفروض نستقبلها في المطار. طيب ماشي يلا بقى جهز نفسك عشان نستقبل ناتاليا. بس انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. يا ابني انت مش كنت في امريكا وفي مدرسة هناك؟ لا ما انا بص بقى ايه كنت بترجم من على جوجل. اكتر واحد نوب شفته في حياتي. اوه طب احنا ليه حركات ما طلبناش اوبر ولا تاكسي؟ اطلب تاكسي ليه واخسر فلوس؟ ما انا راكب الموتوسيكل بتاعي. موتوسيكل ايه بس؟ امال هنركب البنت فين؟ مش لازم تركب بقى. اه ده ناتاليا. اوه ناتاليا عاملة ايه؟ هاي جايز هاو ار يو؟ بص يا ناتاليا يلا ابو علي بقى نمشي. يلا نمشي بس استنى، احنا ده استقبال ده؟ يعني امال استلبلها ازاي يعني؟ تستلبلها ايه بس استنى اسكت. بقول لك يا حركات، ما تيجي انت طيب تقعد بقى عندي في البيت وتسيب البيت بتاعك لناتاليا هي تقعد فيه. ابسلوتلي، ما تخلص لي تلاجه كل الاكل كده اول. كل الاكل يا معفن. ثانيه واحده. ناتاليا would you like a drink؟ No thank you I'm tired. اوكي. حركات هنعمل ايه دلوقتي؟ حركات هنوديها فين؟ انا بص بقول لك ايه، اصلا العنجليزي ده ما بفهموش. اسمه ايه؟ العنجليزي. يا ابني اسمه انجليزي يا ابني، ما تضايقنيش حركات. بقول لك ايه، شاف الفندق اللي هناك ده اول؟ ايه ده؟ ايوه مال الفندق؟ هنروح بص ايه نعيدها في اوضه هناك. اوه هتعيدها في الفندق؟ تصدق ان انت ما عندكش دم حركات؟ وانا ما عنديش دم، عندي سكر. امال اعيدها في البيت بتاعي؟ تاكل كل الاكل ولا ايه؟ تخلص لي التلاجه كده اول. ناتاليا سوري اباوت ذات بات يو جاست هاف تو كم وذ اس. انا مش عارف بس ايه كميه الاحراج دي. اوكي. وي بسرعه. يلا بينا. يا ابني احنا كده هنمشي وهنسيب البنت يا ابني، امال هي هتركب فين؟ هلا امال انا اللي امشي على رجلي ولا ايه؟ انزل انت. اوه وانا انزل ليه؟ انت اللي المفروض تنزل يا ابني، اطلب لنا تاكسي ولا اوبر. اقولك يا ابو علي انا مش عايز اضيع فلوسي. اوه ماي جودنس جايز وات ار يو دوين؟ اوه شفت حركات؟ استنى بس بتقول بودنس ولا بقدونس؟ استنى يا ناتاليا انت هتعمل ايه حركات؟ استنى بص انا هتعامل معاه. بص يا ناتاليا انا هركب الموتوسيكل مع ابن خالتي وانت اجري ورانا يلا بسرعه بقى ورينا ايه انت رياضيه ولا مش رياضيه. اوه يا حركات يا نوب، البنت يا ابني انت سبتها. اوه مان. اوكي جايز ثانك يو. نو بروبلم ناتاليا. اي ثينك ام غانا سليب. ولا هنجليزي يا بيا بتقول ايه يا ابو علي؟ بتقول لك ان هي هتنام. طب يلا بينا نمشي. اوه بس احنا نسينا حاجه حركات، بص احنا ما دفعناش الفلوس كده لناتاليا في الفندق. الله وندفع لها الفلوس ليه؟ ما تدفع بفلوسها. اوه يا واد يا حركات ما تبقاش معفن، المفروض ان انت كده بتضيفها في بلدك. اقول لك يا ابو علي انا عايز غير 15 جنيه احط بيهم بنزين للموتوسيكل بتاعي. انا ادفع فلوس للفندق. اوه يا حركات معفن. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اوه طيب سوري ناتاليا يو هاف تو باي فور ذات باي. يلا بينا نمشي. هلا يا ابو علي انت بس كبر دماغك فينا، هي معاها دولارات وتدفع.
يا حركات يا معفن كسفتنا قدام الاجانب. لا طبعا ما كسفتكش. انا اسال العلويه، حركات كسفنا قدام الاجانب ولا ما كسفناش؟ لا طبعا، كل واحد ياكل على حسابه ويدفع على حسابه. بس انت المفروض تضيفها. طب انا اسال العلويه، لو انتوا العلويه كنتوا مكاني كنت هتدفعوا 15 جنيه للفندق؟ شفت العلويه كلهم بيقولوا لا. العلويه كلهم اصلا دلوقتي هتلاقيهم كاتبين في الكومنتات حركات المعفن البخيل. الله، انا بخيل يا ابني؟ معايش غير 15 جنيه احط فيهم بنزين المستكل. مش كفايه اصلا يا ابو علي ان ناتاليا هتقعد هنا 3 ايام والمفروض ان احنا نفسحها وكده، وانا اصرف فلوس كتير بقى على الايس كريم والحاجات دي، بس انت برضه هتدفع فلوس لان انت اللي خليتها تيجي. بص يا حركات، انت كسفتنا قدام الاجانب، خلاص انا ماليش دعوه، باي. انا اروح انام ومش هكلمك غير بعد 3 ايام تكون مشيت ناتاليا، باي. خلينا نمشي بسرعه، حركات النوب كسفنا. مش كسفنا يا علويه؟ انزلوا اكتبوا لي دلوقتي، خلينا ادخل. الله، بقى انت تخليني اجيب ناتاليا هنا على البروك ايفن وبعد كده تقول لي ماليش دعوه؟ انا اوريك يا ابو علي. هو بقى يا ناتاليا، وانت لازم تخرجي يعني. تعالي بص ايه، اركبك على الفيسبوك بتاعتي كده اول، الففك كده عند السوبر ماركت وارجعك تاني وتروحي على بلدكو. نو جو اوت هاف سام فان. يعني بقى المشكلة كده اول هتكلمني على الانجليزي وانا افهم بصلة من اللغة العربية بالعافية. يلا طب تعالي ايه، اركبي معايا المستكل، جو مستكل يلا. اوكي. يلا ايه ده؟ يا ريح وش عكاش فلانة فيها المستكلي ما فيهوش بنزين. انزلي يا ست انزلي، وشك وحش عليا. What we are going to do, your motorcycle is ugly. برضه بتكلمني برضه، بقولك ايه، انا هطلب تاكسي، معاكي فلوس؟ ندفع للتاكسي فلوس دولار دولار. What؟ يوم هتقعد تقولي وات ولا بات؟ بات ايه بس، خلينا نشوف التاكسي. سنة طالع فوق، خلينا اتصل بتاكسي. الو تاكسيكو، تعالى لي على الفندق. بقولك يا ناتاليا انتي، على شكلي كده بصي اخليكي ترجعي على بلدكم بكره، انا مش ناقص وجع دماغ. ابو علي ابن خالتي السبب اساسا، يا ريتي ما كنت قلتلك ان انتي تيجي. ايه ده التاكسي جه يلا، او سواء انا اروح اتفق معاه. خليكي هنا. ازيك يا راجل انت؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ عاوزين تروحوا فين؟ بص يا ابو بقى، نروح فين بقى؟ بص انا هنروح على الشاطئ، مش هندفع فلوس، مش عايز انا في مطاعم ولا ادفع اي ربع جنيه، هنروح على الشاطئ. هتودينا بكام؟ هتروحوا على الشاطئ يا حبيبي؟ طيب كده يبقى 3 جنيه. مين؟ 3 جنيه؟ ايه النصب ده اول؟ طول عمرها المواصلة دي بجنيه ونص، هتاخد جنيه ونص ولا اجيب واحد غيرك؟ يا ابني هناك في سمكة قرش وبتموت الناس، المواصلة دي خطيرة. عموما ماشي، يلا يلا. طيب ماشي، استنى بس ايه، اكلم ناتاليا. يلا يا ستي بقى، ركبك التاكسي اهو، خسرتني فلوس كتير، هياخد مني 40 دولار. يلا بينا. يلا يا عمو ودينا بسرعة. طيب يا ابني. يلا يا حبيبي انزلوا، ما اقدرش اكمل اكتر من كده عشان في سمكة قرش خطيرة. الله بقى، احنا ما اتفقناش على كده، انا قلت لك توصلني عند الشاطئ، امال انا دافع لك جنيه ونص 45 دولار لناتاليا ليه؟ يلا يا ابني انزل بقى. طيب ماشي، رب الجنيه ونص وقع منك. انت عارفة ناتاليا الكنزة دي بكام؟ ب 23 دولار، بس انا بقى ايه؟ اشتريتها لك برضو عشان تعرفي ان انا ايه، مش بخيل، صح يا علوية؟ بتقولوا ايه؟ بخمسة جنيه؟ لا مش دي، النوع ده نضيف ب 40 دولار. It's delicious. ايه لا، انت قلت ايه يا ناتاليا؟ Oh my god، شارك شارك، run، حركات، we have to go، شارك شارك. هو ما انا عارف، هنا الشروق بتاع الشمس بيبقى حلو قوي، انت لسه ما شفتيش حاجة. اقعدي بس، احنا هنفضل قاعدين للصبح كده اول. او ماي جاد، شارك شارك. هي مين دي اللي شارك؟ انت عماله بس واجعه دماغي ليه؟ فين دي بس اللي شاركه بجا 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 بجا؟ مين دي بس اللي شاركه بجا 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 بجا؟ شبكة قرش اسمها شبكة قرش، شارك ايه بس؟ يا ريح وش، يا ريح وش، انا هعمل ايه دلوقتي؟ ثانية اتصل بابا علي ابن خالتي ينقذني، ما انا مش هطلب تاكسي تاني وياخد مني فلوس. ايه ده؟ رصيد ده؟ بقول لك انا تاليا.
معكيش رصيد؟ نو وي هاف تو جو. كل حاجة نوكي داون، ما بتشحنيش ليه بس كده؟ ما انا كده اخلص الكارت الفكة بتاعي. يلا بقى مش مشكلة. الو